سهلها بقد ما تقدر سهل حياتك. صحيح. تراك لا طحت بمشكلة ولا طحت بمرض تبي تذكر الكلام هذا عدل. صحيح. والله وأنا على سرير المرض وأشوف واحد يمشي إن أقول والله يا ليتني مثله أقدر يعني أروح وأقدر أمشي. طيب. فباختصار الوضع ترى الدنيا ما تسوى، ما تسوى الزعل ولا تسوى العتب. سهلها، مكسور فوق السرير ونص جسمك الحاف وعينك نزل دمعها والثانية غافية سرحان جالس تفكر في السنين العجاف يوم ان جسمك بصحة والسما صافي في وسط غرفة هواها بين بارد وجاف الصمت ساكن بها وانوارها طافية قاعد من الصبح وعيونك ملاها الجفاف وقلبك ستر ضيقته وهمومها الخافية ثم حل مسيارهم أهل القلوب انضاف ودعوات هالناس بعد الله هي الشافية واستأسع الصدر معهم بالهروج الطاف علومهم وافية وقلوبهم وافية وراحوا بلمحات يوم الوقت عدى وطاف يا أخي الزيارة مثل غيمة تجي لافية وحملت روحك من الكرسي عظامك ضعاف لفراشك من التعب بقدامك الحافية ورقت تعبان ما به نور عندك يشاف ما غير ليل لبس عباتها الضافية هذا اللي ربك كتب والله معك لا تخاف بكرة كسورك تجي زينة ومتشافية أيام صعبة تبي تمضي وتصبح خفاف مرة تجي باردة مرة تجي دافية ولو شفت غيرك تردد ما علينا خلاف وجرعة من الصبر أيام الكرب كافية وبقول كلمة من الخاطر بشكل اعتراف والله ولا في شيء أجمل من العافية. إيه والله.